فزولها والكل يعقف مسيرة اللي اقبلت متفاهية في حلاها جمالها ذبح ما في نظيرة تسحر عيون النظرات في بهاها تسحر عيون النظرات في بهاها حيونها نوف الزين حيون أميرة بنت الشيوخ الفارقة مستواها بزولها والكل يقف مسيرة اللي أقبلت متفاهية في حلاها من قدها بالهنوف الشهيرة من صدرها والعين تشهد لها اعجاب الجموع الغبيرة تشهد منصة التواصل معها هذه الهنوف هذه سمو الأميرة سبحان رب اللي وهبها وعطاها جمالها ذبح ما في نظيرة تسحر عيون النظرات في بهارها الله ما كأنها الضب يشبه الجزيرة ضبيا المها اللي هل جادلة هل فاتنة هل مثيرة جعل العوادل كل بوه بداها عيونها حتى السيوف الشطيرة وجديلها كل يمشي وراها بل مركز الأول جديرة جديرة وكل قمة تعتني في سماها بنت الشيوخ أهل الهقاوي الكبيرة وابوها حيون هنوف الزين حيون أميرة بنت الشيوخ الفارقة مستواها بزولها والكل يقف مسيرة اللي أقبلت متباهية في حلاها من قدها بالهنوف الشهيرة من صدرها والعين تشهد لها اعجاب الجموع الغبيرة تشهد منصة التواصل معها هذه الهنوف هذه سمو الأميرة سبحان رب اللي وهبها وعطاها جمالها ذبح ما في نظيرة تسحر عيون النظرات في بهارها الله ما كأنها النظر يشبه الجزيرة ضبيا المها اللي ما يذكر سواها هل جادلة هل فاتنة هل مثيرة جعل العوادل كل بوه بداها عيونها حتى السيوف الشطيرة وجديلها كل يمشي وراها بل مركز الأول جديرة جديرة وكل قمة تعتني في سماها بنت الشيوخ أهل الهقاوي الكبيرة وابوها أحمد ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولكن الأقدم.